السلام عليكم البنات ومرحبا بكم الغاليات متتبعات قناة أم عثمان زيدات. كنتمنى تكونوا بألف خير وكذلك تمام الصحة والعافية. اليوم جيت نهن كل النساء ونقول لهم ما نقولش لكم كل عام ولا كل 8 مارس ولا كل 8 مارس وأنتم بألف خير. كنقول لكم كل يوم وكل نهار وكل صباح وأنت بألف خير. يعني الحمد لله صدر ربي كرمنا ومعززنا ودار لنا القيمه ديالنا ديما ماشي غير في هذا النهار، ولكن بما انها المناسبه اليوم وبما انه اليوم العالمي للمراه ماشي المرقه للمراه، بغيت نهنئ كل النساء سواء ربات البيوت سواء اللي عاملات سواء كل النساء بصفه عامه وكل نساء العالم سواء التونسيات الجزائريات المصريات العراقيات الاردنيات السعوديات الباكستان كل النساء بصفه عامه كل النساء العربيات كنهنئكم، وبالخصوص جوج النساء اللي كنقدم لهم التحيه وكنقدم لهم التهاني وكنقدم لهم التبارك. يعني دابا راه غننزل فيديو ومباشره غنعيط عليهم اتصال يبارك لهم. كنهنئ الام ديالي اللي ولدتني واللي رباتني واللي كبراتني واللي سهرات واللي ولو نحصي ونعدد نعد ولو نحصي ونعد كل ما درت على قبلنا ما نقدروش نردوا ليها حتى ذره ولا حتى وجعه من الاوجاع اللي توجعات على قبلنا ولا الالام ولا الحوايج الزوينين والخايبين اللي دوزت في الصغر ديالنا. كنهنئ وكنقول لها دمتي دائما امي الحبيبه ودمتي دائما اغلى الناس ودمتي دائما الله يطول لنا في عمرك الله يطول لنا في عمرك والله يجعل ربي ان شاء الله يوصلنا حتى نحقوا داكشي اللي كتمني. والحمد لله داكشي اللي بغيتي تشوفينا وداكشي اللي بغيتي تشوفيه فينا اللهم لك الحمد راه كتشوفي فيه بعويناتك ومازال تشوفي من الخير القدام ان شاء الله الخير القادم ان شاء الله. وثاني امراه اللي غادي نهنئها اللي هي ماما رحمه الاخوات يعني الام الثانيه ام الانسانه او الانسانه اللي بغاتني كبناتها وبغاتني كبنتها وحاسبني وحده من بناتها. والحمد لله ما غنقولش لكم اشنو دارت على قبلي واشنو كدير على قبلي ولا اشنو هذاك الشيء كيبقى بيني وبينها، يعني ما كاينلاش نقولوه في اليوتيوب وما كاينلاش يتذكر، لان انسانه بغاتني من قلبها وانسانه اللي حباتني بمجرد غير كلام. وكنطلب الله سبحانه وتعالى انه اللهم لك الحمد هي الامور بدات كتيسر والمطارات بداو كيتحلوا وكنتمنى ان شاء الله يجي عندي يمشي عندها ونشوفها مباشره ولعنقة مباشره، يعني واخا نهضر واخا ندوي راه ماشي بحال انسان اللي كتلقيه مباشره. ان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غير يحقق هذه الامنيه وغتجي عندنا ان شاء الله وغنمشوا عندها. هادو جوج النساء اللي كنقدر نقول جوج الناس اللي مميزين عندي في هذا النهار اللي كنطلب ربي يحفظهم ليا يا ربي ويطول ليا في عمرهم، وكذلك جميع الامهات كاملين واللي عندهم ميماتهم الله يخليهم لهم والله يمتعهم برضاهم، واللي توفت لهم اللي موفين لهم الامهات ديالهم الله يرحمهم والله يوسع عليهم ونتلاقاو كاملين في الجنه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله البنات معروضه عند الاخت راويه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الفيديو خليته غير فيديو قصير ديال التهنئه وديال انني جيت نبارك لكم، وسمحوا لي البنات راه ما سجلتش لكم الفيديو، وان شاء الله نوريكم البيسه اللي فرمشات عين كتصايبت الابداع ديالها والطريزه اللي درت فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي كامل غادي نبارطاجيه معكم ملي نوصل ان شاء الله. دابا هاد الفيديو غيبقى غير تهنئه لكل النساء وغنقول لكم العيالات كونوا لاليات ومولاتي وما تخلي حتى شي حاجه اللي تحطمك وما تخلي حتى شي حاجه اللي تكسرك، والفشل ماشي نهايه العالم والطلاق ماشي نهايه العالم والموت ماشي نهايه العالم. يعني هادشي كلشي لان كل وحده فينا كل امراه يا عندها مشاكل يا مطلقه يا مهمومه يا راه ماشي كلشي عايز السعاده، يعني كتلقى كل دار فيها ظروف وكل ظروف كيفاش 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 كتخلي النفسيه ديال المراه. ما نبغيش شي وحده فيكم البنات اي دقه طيحها وتبقى طايحه الارض،
هادي بعدا كنقولها دائما، اي طيحه طحتيها حكيها ولا جبريها لراسك، راه ما تسنيش ان شي واحد غادي ينوضك، كوني اكيد ما تسنيش شي واحد انه غادي ينوضك وندير الظل باش نهضر معكم مقابله معايا الشمس. المهم البنات هذه نصيحه لكم، هذه نصيحه لكم. علاش باش كنقول لكم ان راه ماشي فشل ولا ماشي شي حاجه شي ازمه دستي منها ولا شي وعكه دستي منها انها نهايه العالم، بالعكس ربما راه بعض الازمات اللي كيكونوا هما سبب الانطلاقه لما هو احسن. كونوا اكيدين البنات وكونوا متاكدين من هذه القضيه، نقول لكم ربما ازمات، لان هادشي كنقول لكم احنا مرينا منه، لان ربما ازمات كيكونوا هما سبب الانطلاقه القويه ديالك ولا ديال الشخصيه ديالك. هادشي علاش غنقول لكم البنات كوراج، الله يسهل عليكم، الله يفرحكم. وهذه 5 دقائق لكل المغربيات ولكل العربيات ولكل نساء العالم، كنهنئكم ونقول لكم مبروك عليكم، وان شاء الله الى مشيت عند راويه المهم نشوف داكشي عجبني داكشي راه غنبارطاجي معكم فيديو ديال راويه. وتبارك الله ونتمنى ان شاء الله يكونوا راويات كثير بحال راويه. يلا بسلام عليكم والى اللقاء. الشميشه ضاربه فيا فيتامين دي.